لك يقبشني احلى تويتي بالعالم. بحبك موت فيك تعطيني كرمج منك انت قديش كرموجي. تعي نتصور صوره. ميرا شو عم تعملي؟ هاد وقت غلاصتي. تعي لهون لشوف شو صار معك. لقيتي بيت؟ هاد انت مو انت اللي لا مو انا اللي هذا مهند رفيقنا وقف محلي شوي. لقيتي بيت؟ يقطع عمره شو غليظ وعانقني كمان. الله يجيبك يا طولة البال. ليكي سارة انا بنام بالشارع ولا بقول لحدا اني عم دور على بيت، عم تفهميني؟ لك انا قلت عندي بيت سياح نياح والي كمان، بدك يعني اطلع كذابه؟ تطلعي كذابه؟ لا اكيد. بعدين انت ما لقيتي غير قصه البيت تكذبي فيها؟ لك يا اختي كنتي قولي انه بيت للايجار. يا حبيبتي ما شفتي اثنين من الفولورز تبعوني كانوا قاعدين؟ اي وانا شغله بالي قصه هالبيت، عم حكيت لي هن حابين يسمعوا. اذا هيك رواق بتروحي لعند الاثنين فولورز تبعونك وبتقولي لهم شو مشكلتك وهن بياخذوا لك بيت وبيقعدونا فيه. سارة بلا نقك هلا ولاقي لي حل. انا عم فكر احكي مع نور. نو واي نور قلت لك لا. بلا نو واي بلا هاي واي. بدك يعني نصفط الطريق؟ لك انت ليش مصره على نور؟ فهميني، بتعرفي الف فئه غيرها، ليه مصره تفضحيني؟ لا ما بدي افضحك، بس لانه نور حدا كثير حساس وقد تساعد العالم بتساعدهم من كل قلبه. بعدين مو حضرتك اللي حطيتينا بهي المصيبه؟ خليتينا نحط ثلاث ارباع المصاري اللي معنا، ايجار بيت كثير غالي، مشان تاخذي بيت سياح نياح وتقعدي تبروزي فيه قدام فانزاتك، مبسوطه هلا؟ هي صاحبه بده يقول لعنا. ساره يلا خلصينا، قطع نفسي. يلا جايه. أنا قايمة على الشغل عن إذنك. بتعرفي شو؟ هي الفترة حاسة بالانتماء لشخصيات ديزني. لك يقطع عمره شو غليظ، بشع وعانقني. سارة ما رح ارجع نبهيك. اصحي بتحكي قدامهم انه صاحب البيت بده البيت وعاطينا مهله لنطلع. ميرا شو بدك شو؟ مشان الله لا بقى تعيدي هي الديباجه، اختي انا مليت. سوسو اسمعيني منيح، حسسيها انه الموضوع انساني، اوكي؟ حلو، وكيف بيتم اقتراح الموضوع الانساني برايك؟ يعني عادي، قلي لو في شي وحده من رفقاتك عم تدور على بيت واسألي اذا بتعرف شي حدا هيك بيأجر. والله حبيبتي يعني أنا بتمنى، بس بخاف للحظة تطلب منك تقعدي هالشي وحدة من رفقاتي بغرفة من غرف بيتكم الكتار اللي ما عم تحسي لهم بالانتماء. بتحطي حالك وبتحطيني بكل موقف، ما بعرف شو أحكي معك. سوسو مشان الله مرة وحدة بحياتك ركزي معي، اصحك تفضحينا والله بجنها ما عاد بحكي معك كل عمري. ميرا أنا بتريد تفضحك. يا الله شو بدي شو عم تحكي؟ مشي شوطي صوتك خلص. ايه خلص. والله يا سرسورة يعني أنا ما بعرف حدا، لو بعرف أكيد كنت ما رح أقصر معكم. طيب أنتوا عن طريق مين استأجرتوه؟ حبيبتي هاد مو أجار، هاد بيتها لنور. هذا البيت بابا كتب لي باسمي، ولولا هيك كنت أكيد رح كون مثلكم عم دور على بيت. الله يخلي لك يا. ميرسي حبيبتي. ألو؟ لا لحظة يا. بس دقيقة يا عمو، مو هيك القصة يا عمو. طول بالك. طب بس طول بالك، أنا اللي بدك يا بيصير. خير حبيبتي؟ شو في؟ ما في شي. شو ما في شي؟ أنت شايفة لونك كيف صار؟ سارة مين دق لك؟ حدا. شبك؟ ليش ما عم تحكي؟ قولي. احكي حبيبتي. سارة شبكي؟ مين دق لك؟ هات صاحب البيت دق لي وبده يكب لنا اغراضنا بالشارع. انبسطتي؟ لسه اسألي. هاد نفسه البيت تبع الشعور بالانتماء؟